السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة عالم نجمة في فيديو جديد. نتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فكرة اليوم أو وصفة اليوم عبارة عن إن سلاد بأخطبوط البحر مع البطاطس. هاد السلاطة دي كتجي واعرة في المذاق، أنا شخصيا كتعجبني كتحمقني وسهلة في التحضير ديالها، ومكونات ديالها بسيطة، مكونين فقط، عندنا الأخطبوط البحر والبطاطس. وغنذكروا كذلك في هذا الفيديو طريقة غسل الأخطبوط بالنسبة للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يغسلوه. نمروا لغسل الأخطبوط ديالنا. بسم الله على بركة الله نغسل الأخطبوط ديالنا. كما كتشوفوا المصارن ديالو هما اللي كيكونوا في هذا الكيس، نحاولوا نقلبوه للجهة الأخرى باش نغسلوه مزيان. كنضفوه مزيان بهذه الطريقه، كنمروا الفم ديالو اللي هو هذا، نحيدوا له بحال شكل عظام ولا سنان، والسنان ديالو ناخذوا سكين سيكون كحل بهذا الشكل هذا. كنمروا العينين ديالو حتى هما كنحيدوهم. الأخطبوط ديالنا جاهز، نقي ما فيه حتى حاجه. خديت الطنجره ديالي عملت فيها البطاطس، انا هنا عملت 5 د الحبات لانني غنعمل شويه الكميه كثيره، عملت معاها الملح ونتسناو عليها حتى تنضج. في الجهه الاخرى درت طنجره اخرى، درت فيها نص حامضه مقطعه على جوج، وغنضيف ليها الملح كذلك. وهنا فين غنطيبوا الاخطبوط ديالنا، انا غنوريكم بالتفصيل الطريقه كيفاش غنطيبوه. نمروا الان لطهي الاخطبوط ديالنا، كنغطسوه المره الاولى وكنهزوه عاوتاني، وكنغطسوه المره الثانيه وكنرفعوه ثاني، كيولي لنا بحال هذا الشكل، بحال كي وكنغطس عاوتاني المره الثالثه، وكنخليو يطبخ ويطيب على خاطره. الموضوع الثاني بسم الله، الملح والاخطبوط ديالنا، نسيت ما عملتش القبيله الملحه. ونغطيو عليه ونخليه ينضج لمده 45 دقيقه حتى لساعه. والان البطاطا ديالنا بعد ما طابت لينا زولنا ليها القشره ديالها، وغنقطعوها مكعبات بسم الله. قطعوا الطريقة مكعبات، يكونوا شوية كبار ما يكونوش عاوتاني صغار بحال هكذا. نستمر في تقطيع البطاطا ديالي ونرجع لكم فاش نسالي.
البطاطا ديالنا هي كملتها في التقطاع، غنضيف ليها شويه ديال الابزار شويه ديال الملح. واخا ديجا درت قبيله في البطاطا باش كانت تسلق درت فيها شويه ديال الملح، ولكن باقا مستوته شويه. وغندير شويه ديال زيت العود، أو زيت الزيتون، وشويه ديال المعدنوس. نخلط هذا الشيء ونخليه جانبا، وندوزو نوجدو البولبو ديالنا، نقطعو حتى هو المكعبات. البولبو ديالنا هو او الاخطبوط ديالنا هو طاب، خليته انا لمده ساعه. ها هو ماشي غير طاب نيت، غنزولو وغنرجع لكم بعد قليل. الاخطبوط ديالنا زولته من فوق النار، طابع على مزويناتو فتي. نخليه يدوى شويه، يدفى شويه، ونقطعوا المربعات وانتم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال لاصاليط ديالنا. البوليبو ديالنا هو وجد، مجرد تديري بحال هكا تتحيدوا دوك القشره ديالو. نحيدوا هاد القشره كامله ونرجع لكم. نقطعوا الان طريفات، بسم الله. نحاول نقطعوا له الرجل هكذا، بسم الله. راه باقي سخون. انتما بمجرد كديري هكا تتحيد القشره. نمروا الان للتقطيع ديالو. ملي نبداو نقطعوا طريفات كتقطع بسهوله لانه طيب مزيان. من بعد ما قطعنا البولبو ديالنا المكعبات او قطع صغيره، غنضيف له شويه ديال البزار، شويه على حسب الذوق، شويه ديال الملح حيت باقي خاصو شويه ديال الملح على حسب الذوق عاوتاني، وضروري المعدنوس. كلما كان المعدنوس كثير كيجي بنين. وزيت الزيتون، تنحركوا لاصاليط ديالنا. تجيب بهذا الشكل ونتلاقاو مع الطبق النهائي، طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو نتمنى تضغطوا على زر الاعجاب وتشاركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.